مرحبا احبابي، اليوم بدي اعمل انا وياكم طريقة تحضير فروج بتتبيل كتير كتير روعة. بهيدا الشكل بيطلع جوسي مرطب من الداخل، ما بيطلع ناشف، شايفين كيف؟ وكتير كتير بتتبيلي حلوة وطيبة، شايفين كيف في سوائل بقلبه بهيدا الشكل، مش ناشف ابدا، بهيدا الشكل روعة. لنبلش الطريقة مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. بنحط أول شي حليب، حطيت حوالي 5 معالق طعام حليب، كاتشب حوالي 2 ملاعق طعام كاتشب، باربكيو صوص كمان حوالي 2 ملاعق طعام، ملح، الملح على الذوق مثل ما بقلكم كل مرة، خل حوالي 3 معالق طعام خل، حطيت دبس الرمان حوالي 2 ملاعق طعام، 3 معالق طعام زيت نباتي، وبرش فلفل أسود. بدهن الفروج بالخليط اللي حطيته على الفروج. هلا بدي احطه على صينية وحطه بالفرن. ما شاء الله شكل كتير روعة، وخلطة هيدي الخلطة بتخلي الفروج كتير كتير طري، ما بينشف ابدا. هلا بحط الفروج بالفرن على درجة حرارة 250 من الأعلى والأسفل. هيدا الفروج اللي عملته أنا وياكم، أخذ بالفرن 1 ساعة و20 دقيقة. هيدا الشكل النهائي. هلا بحطه بالصحن، ما شاء الله كأنه مشوي على الفحم، شكل كتير كتير روعة. وعملت كمان على جنب الفروج رز ابيض مع ثوم، هيدا الثوم رح احط لكم الرابط اخر الفيديو، وكمان جت سلطه. بتمنى الطريقه تكون نالت اعجابكم، وان شاء الله بشوفكم بالفيديوهات الجاي. باي باي احبابي.